وانا قلت حق شريكي اللي وياي هذا قلت له انا لازم اسير التجنيد يا وقت التجنيد فبعطيك توكيل بصفتي كشريك الله الله في الشركه انا اطمن على كل شيء بالابلكيشن بظهر في الويكند بشوف اذا رمت امر عليكم ان شاء الله خلنا نحول الشركه من شركه فيها اوبريشن عمليات الى كاستمر سيرفيس عندنا حسابات كبيره خلنا نركز على ان نعطيهم خدمه حلوه على التليفون وعقب نعطيها شركات اللي اصغر عنا قال تمام ففي شيئين هذه الشيئين اللي يسمحوا لي يسوي اللي سواه توكيل موضوع ان بنحول الشركه ف بدا يطلع العمال يتصلني مسجات ان العمال طلعوا فيس يقول هيز ابلاينج البلان اللي عندنا ان نتحول الى شركه بيورلي خدميه طبعا استخدم التوكيل عشان يحول كل ارباحنا يفنش كل حد بدون ما احس ف هني ها وصلنا 2018 بداية حديثي يعني يوم استوعبت ان شقى 5 سنين كنت ابات في مرات الاوبريشن روم اذا ال 200 بايك هذيل مش رايمين يوصلون انا بوصل المهم انه عشان نكون نمبر 1 ذكرت كل الاجتماعات كل شيء واستوعبت اني انصركت اتذكر هذه كانت احزن خلنا نقول مرحله في حياتي نزلت 10 كيلو من اللي الحين تشوفونه دخلت في اكتئاب رديت اتذكر كلامهم كلهم فعلا يمكن انا فاشل فعلا يمكن ما انفع اخذت كل القرارات الغلط مش كان المفروض اني اسير واسعى واسس الشركه واسوي ما في شيء اسمه شغف وما في شيء اسمه اتبع شغفك وفي الفتره هذه كلها من يوم ما كنت في استراليا كنت احب القهوه كنت احب القهوه واتعلم في القهوه لكنها كهوايه عندي شغف لها لكن عمري ما فكرت اني احولها الى بزنس يعني نقدر نقول 10 سنين انا استعرف على القهوه فتره الكتاب لاني احب الفن مريت على معرض سلاش كافيه وانا جالس هناك اطعم قهوتهم شنو هناك الارت ورك اميزنج فشفت البوتنشل عطوا اشتغل حسيت الفيول رجع الفيول هذاك الاولي مال يمكن نقدر نسوي شيء هني رحت عند الباريستا قلت له ممكن اراويك شيء عايرنا القهوه وكان الاونر موجود فنان هو راعي المعرض قلت له خلنا نودي للكافيه وقول له هذا الريال المواطن هذا هو اللي سوى القهوه صار عطاه القهوه وزن برست زقرني منو الريال تعرفنا على بعض كلام فلان الفلاني وابغى اكون شريكك في المكان على طول شي يقول خلنا نشوف قلت له بسوي برزنتيشن قلت دان متى قلت له باكر جلست طول اليوم في الكافيه سوات اناليسيس غيره احسب النمبرز اسال الباريستاز كم تبيعون شو البوتنشل غيره فقدمت له برزنتيشن ثاني يوم قال لي انا اشوف فيك شيء انت ما تشوفه انت بتساعد اكثر عن كافيه انا ما باك شريك سير واسس شركه للاستشارات انا بكون اول كلاينت مشكور لان من بعدها يعني غير الفيو اللي حصلته يوم جتني الاها مومنت هذه رجعت وبديت وياه اول شيء سويت ايفالويشن على الكوبتمنتس على العمال شو ممكن نطور فعلا قاموا يحصلون فيدباك من عند الناس واستلمت اول تشيك من بعد 9 بروجكت يعني اشتغلت عليه هو اول كافيه 9 بروجكت الناس قاموا يقولون زين ليش انت ما تفتح كافيه ففتحت كنت محظوظ اني حصلت ريال في التجنيد سبحان الله ذكي جدا مهندس سعيد الكتبي اقدم له تحيه حسيت انه هيز ا جود بارتنر وبدينا مشروع المقهى اللهم لك الحمد الحين عندنا فرعين وشغالين على الفرع الثالث وبالنسبه للشركه للاستشارات واداره المشاريع سوينا فوق ال 35 بروجكت من 2018 اب تو ديت يعني بعدنا شغالين على مشاريع كثيره فرجعت اغير المفهوم هذا اللي عندي رجعت اغير مفهوم اللي هو لا انت مش فاشل لا اتبع شغفك بس كون فوكس حاسب على كل شيء بتوقعه وشو اللي بيكون مترتب عليه مش لازم تحصل دعم من الأماكن اللي لازم تحصل منها أنت توصلها أوصل وحاول تاخذ الدعم أنت اخلق الفرصة لنفسك حاليا شغال على روستري يعني بتوسع في شغل القهوة وما بغيها تكون بس روستري أو محمصة عادية
أبغى أفتح محمصة في السجن لأني أؤمن بالفرصة الثانية. مثل ما أنا انعطيت فرصة ثانية قبل هذا الريال جزاه الله خير، قلت إذا بسوي محمصة بسويها في السجن عشان أعلم المساجين كيف يحمصون ويحصلون على شهادة معتمدة دولياً. باكر ظهر من السجن حصل في سوق العمل زين، حصل بروحه يقدر يفتح روستري بعد زين، أو يقدر يشتغل فيها حول العالم. في فترة الحجر بديت أطلع لايف وأتكلم عن القهوة بشكل عام، أثقف الناس. أكاديمية الإعلام الجديد شافوا الانجيجمنت مالي عالي، زقروني عندهم، وقعوا وياي كونتراكت. تخرجت من تقريبا من أسبوعين ثلاثة من أكاديمية الإعلام الجديد، فحصلت على الشهادة اللي أبيها في شيء أحبه. الدنيا علمتني أنه مش كل تجربة تمر فيها أو تحدي يعني نهاية أحلامك، والدنيا علمتني أنه إذا اتبعت شغفك بيوصلك أو بياخذك في رحلة جميلة، والدنيا علمتني أن تجربة الأشياء الجديدة بتفتح لك أبواب. فأبا أنهي وياكم بسؤال، متى كانت آخر مرة تجربون شيء لأول مرة؟ مشكورين.